تم اقتناء من طرف عمات إزغان، من طرف مجموعة ديال الأدوية ديال الأدوية أو وسائل ديال التعقيم ودي ماتيريال وديك تكنيك من أسرة والعديد من وسائل ديال التعقيم اللي غتساهم معنا في مواجهة هاد الجائحة ديال كوفيد 19. تم دعم المستشفى واحد دو كونتينر، كل كونتينر كما كتلاحظوا فيه واحد دو شومبر، يعني او توتال يولي عندنا واحد كاتر شومبر. هذا غادي يساهم في سميتو غادي يليقوا يسرو اوتيل بور لو بريليفمون دي الحالات المشتبهه فيهم. وشكرا. هذه المساهمة تأتي كمبادرة إنسانية لما تعرفه المرحلة من تكافل على جميع المستويات من بين المؤسسات الوطنية وكذلك قوية العرض الصحي على مستوى عملة إنزكان أيت ملول، وهذا بتنسيق تام مع عامل إقليم إنزكان أيت ملول وكذا بالتنسيق مع المديرية الإقليمية للصحة والتنسيق كذلك مع الأطر الإدارية والتقنية.